Zeppelin in your lung? أحلى حاجة لما مصر وإيطاليا يتقابلوا في حاجة واحدة، يتقابلوا بالطريقة اللي تحب تشوفها، فيعملوا مكان زي ده في مصر، مكان تعيش فيه. لا مش هنتحرك خالص، لا وتشتغل فيه وانت رايق. مكان واحد تلاقي فيه نفسك وكل اللي فيه يفتح نفسك. عجبتها العالم. وهنا هتنسى الدنيا شوية وهتلاقي جو تاني خالص مستنيك. ولو بتحب الطبيعة والرفاهية، عملوا فيرتيكال فورس زي دي في البوسكو العاصمة الجديدة، تعيش فيها بطريقة مختلفة. So, are you settling in مصر إيطاليا؟ مصر إيطاليا، الحياة زي ما تحب تعيشها. Life inspired by you.